حسن خليفة. طبعا اليوم بصحبتنا المخرج سامر أحمد وأيضا مسعد الدميري والمصور سيف سامر رائي. طبعا برحب فيكم بداية هذه الحلقة اللي احنا كل حلقة بنحكي فوائد الأعشاب، لكن اليوم راحين نحكي على فائدة من فوائد الشجر اللي الله سبحانه وتعالى بارك فيها. إذا بتلاحظوا أنا في برنامج جنة الأعشاب دائما بعطيكم الأعشاب أو حتى الخضروات أو حتى الفواكه فائدتها وأهميتها لجسم الإنسان، فدائما أنا بحب أعطيكم الأعشاب المبسطة واللي فيها فوائد دائما إحنا بنتركها لكن نهتم فيها دائما بفصل من الفصول. لا، إحنا دائما نعود للطبيعة ونهتم بهذه النبتة اللي أنا بدي أحكي عليها اليوم. إن شاء الله فوائدها جدا عظيمة، أظن أنكم عرفتوا إيش راح أتكلم اليوم، لأن الصور طبعا إحنا حكينا لكم أنها بتظهر أسفل طبعا خلفي مباشرة من خلال إيميل اللي هو بيظهر أسفل الشاشة اللي هو جنة الأعشاب @hotmail.com، وهذا الإيميل أيضا للتواصل أيضا للإخوة اللي بيطلبوا المنتجات في جميع الدول العربية خصوصا جمهورية مصر العربية. طبعا حبيبتي مصر العربية اللي هي البحيرة والمحلة والمنصورة والشرقية والإسكندرية والعريش وسيناء، طبعا أنا اللي الكثير من البحوث في جمهورية مصر العربية. أيضا بدي أبشر الإخوة وأيضا اللي بحبوا المتابعة والقراءة وبحبوا برنامج جنة الأعشاب وبيثقوا ببرنامج جنة الأعشاب، الكتب الآن موجودة أيضا في بغداد، اللي بده مجموعة كتب جنة الأعشاب أيضا كتاب جنة الأعشاب هو موجود، وأيضا هذا الكتاب هو موجود اللي هو النحافة والجمال للتخلص من الكرش وأيضا المشاكل وأيضا الترهلات والكثير من الوصفات الطبيعية اللي أنا كتبت لكم إياها في كتابي هذا، وأيضا كتاب أنت والأعشاب من خلاصة تذكرة داود، طبعا داود الأنطاكي، هذا الكتاب الآن أيضا موجود في بغداد. هناك مجموعة كثيرة من كتبي طبعا موجودة في بغداد، أيضا كتاب جنة الأعشاب اللي هو موسوعة اللي بيحبوا يتعلموا فوائد الأعشاب وأيضا أضرارها والوصفات الكثيرة، أيضا هذا الكتاب علاج العليل بالطب البديل هذا موجود أيضا في بغداد، في للتخلص من حصى المرارة، للتخلص من حصى المرارة. طبعا بنحضر فنجان فارغ نضع فيه ملعقتين من زيت الزيتون، ملعقتين من زيت بذور الكتان، ملعقتين من زيت الزيتون، ملعقتين من زيت بذور الكتان، بنعصر عليهم نصف ليمونة، نصف ليمونة. الصبح أول ما نصحى من النوم بنشربهم وبننام على الجنب الأيمن لمدة نصف ساعة، ممنوع ناكل ولا ندخن ولا نشرب مي ولا قهوة ولا شاي، نصف ساعة على الجنب الأيمن، هذا مهم ومفيد جدا. أيضا تناول ورق النعناع، منقوع ورق النعناع من مرتين لثلاثة إذا كان هناك مغص وألم خلف الكتف الأيمن، هذا إن شاء الله أنه مفيد. تناول الفجل أستاذ الكريم، يعني لو كل يوم تناولت الفجل مع السلطة إن شاء الله هذا مفيد جدا، لكن تابع الطبيب. ليش تتابع الطبيب؟ ممكن هذه الحصى تنزل للقناة الصفراوية فبالتالي تسكرها، يصير عندك التهاب بالمرارة وأيضا تعمل لنا مشاكل بالبنكرياس، مشاكل بالبنكرياس. فإذا تابع الطبيب بحيث أنك تشوف إذا حصى صغير مش مشكلة، الوصفة الأولى إن شاء الله أنها بتحلها لي ملعقتين من زيت الزيتون، ملعقتين من بذور الكتان بنصب عليهم القليل أو بنعصر عليهم القليل من الليمون بنشربهم بننام على الجنب الأيمن، هذه إن شاء الله مفيدة، لكن نصف ساعة صباحا كل يوم هذه إن شاء الله مفيدة جدا. شكرا لاتصالك وتواصلك معنا. إذا وصفة للصدفية، نحضر من الفازلين، لكن تذكروا أنه قبل أسبوعين إجانا اتصال من سوريا حكى أنه أنا ما استفدت. مش حتستفيد بيوم يومين، الصدفية هي بتطلع قشور، بتطلع تنتشر على المرافق وأيضا على الإيدين وأيضا على عقد الأصابع وأيضا على فروة الرأس، الصدفية أنواع. لكن أستاذي ولا أروع أنه أنت تأخذ زيت الجزر، زيت الجزر هذا مهم ومفيد جدا، بتحطه مع فازلين تخلطه بشكل جيد، تحضر ملعقة من الكركم تخلطهم بسيرو كريم بتحطهم على هذه المناطق، هذه مفيدة. لكن هذا بيخفيدك خارجي لأن الصدفية دائما ناشفة، وأيضا كل واحد عنده صدفية بيكون جلده هو ناشف، هذه إن شاء الله أنه مفيدة. لكن داخليا، بقصد بالداخليا اللي بنتناوله عن طريق الفم اللي هو 1 كيلو من العسل، 1 كيلو من العسل بنحط عليه ملعقتين من الخل الشيطاني، الخلة الشيطاني أو بسموها في جمهورية مصر العربية اللي هي عشبة الإطمنطة، عشبة الإطمنطة نخلطهم طبعا الملعقتين مع 1 كيلو من العسل، الملعقتين اللي هم 20 جرام، الملعقتين من الخلة بيساووا 20 جرام هذا بالوزن، نخلطهم بشكل جيد، تناول ملعقة صباحا وملعقة آخر النهار، هذا إن شاء الله إنه مفيد. ما تحاول تستحم بليفة خشنة، استحم دائما بليفة إسفنجية وناعمة أو حتى تكون خفيفة بحيث إنك ما تحرش المنطقة. أما للتخلص منها في فروة الرأس ضروري الاستحمام بماء مستخلص يكون فيه ملعقة
أو لتر من الماء نحط عليه كوب من خل التفاح الطبيعي ونشطف فيه الرأس. الشامبو يكون شامبو أطفال، مش أي شامبو، يكون فيه مواد كيماوية، وأفضلها اللي هو شامبو الصبار. وابحثوا عن الصبار، فوائده جدا عظيمة لأمراض الصدفية وأمراض البهاق وأمراض الجلدية بشكل عام. إذا شامبو الصبار، وإحنا مع تعاملنا مع الناس وأسئلة الناس وأيضا في كتبنا وأيضا في موقع جنة الأعشاب دائما بركز إنه الصبار. فلذلك أنا إحنا صنعنا لكم جنة الأعشاب اللي هو هذا الصبار، أو خلاصة الصبار اللي هو الشامبو للشعر وأيضا للثعلبة وأيضا الكثير من الأمراض الجلدية بإذن الله، هذا دائما متوفر لإلكم. شكرا لاتصالك. ما بدهم يقطعوا حظ النساء أو اللي عندهم مشاكل سمنة. ذكرنا أنه قشور الرمان الناشف قدر حفنة، قدر حفنة من الميرمية، أيضا من البابونج قدر حفنة. هذول بنخلطهم بشكل جيد طبعا، ما عاد ما نطحنهم مع بعض. ناخذ نصف ملعقة إلى ملعقة على كوب من الماء، بنصب عليها الماء الساخن. هذه مرة واحدة باليوم، هذه مرة واحدة باليوم بإذن الله. تناول أوراق العنب إن شاء الله أنه مفيد. شرب الزعتر أيضا إن شاء الله هذا مفيد للتنحيف بإذن الله. انتظرونا إن شاء الله يوم الاثنين بهذا الموعد إن شاء الله الكثير من الوصفات. احنا اختصرنا كثير من الاتصالات عشان أني أعطيكم اليوم وصفات. طبعا بدي أذكر أن المنتجات موجودة في بغداد، الأرقام طول النهار والليل للوكيل تظهر أسفل الشاشة. للتواصل معي على إيميلي جنة الأعشاب للي بده وكالة في سوريا، أيضا في جمهورية مصر العربية، أو أي محافظة من محافظات بغداد إن شاء الله راح أتواصل معه. وأيضا أرقامي موجودة طبعا، بحب يتصل بالجاليري إن شاء الله أنه برد عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.